بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال التمرين التالت من الامتحان الجهوي لنهاية شهادة سكل تالية دورة يونيو 2019 لجهة كليمي وعدنان. المستوى منسوب إلى معلم متعامل منظم أويج، بحيث هو أي وحدة تدريج محور الفاصل كتساوي محور وحدة تدريج محور الراتب كتساوي سنتيمتر، لتكون إف الدالة الخطية، بحيث إف لي إكس تساوي 5 على 2 إكس، ودي التمثيل عمليا في المعلم هو جي. ألف احسب صورة العدد 2 الدالة إف، ثم لا لأن عندنا ألف، إذا عندنا إف دالة خطية بحيث إف دي إكس تساوي 5 على 2 إكس، إذن ألف لنحسب إذن صورة العدد 2 بالدالة إف. إذن لدينا الصورة ديال العدد 2، إذن نعوض إكس 2 كتساوي 5 على 2 ضارب، إذا نختزل ب2 غتساوي عندنا 5، إذا صورة العدد 2 بالدالة إف هي 5. ثم ب حدد العدد إكس الذي صورته ناقص 5 بالدالة إف. صورة العدد إكس بصورة العدد إكس الذي قلنا العدد إكس الذي صورته دالة أو صورته ناقص 5 دالة إف هو، إذا العدد الذي صورته بالدالة إف ناقص 5 هو، نحدد عدد إكس الذي صورته ناقص 5 بالدالة إف، يعني أن هذه شنو كتعني؟ يعني الصورة ديال عدد إكس كتساوي ناقص 5. ثم نبحث على إكس، في الإكس راه هي 5 على 2، إكس تساوي ناقص 5. إكس إذا هنقسمه على العدد اللي مع إكس، إذا ناقص 5 قسم قد ما يساوي 5 على 2، يعني إكس تساوي ناقص 5 ضارب المقلوب ديال هذا العدد هي 2 على 5. إكس يساوي ناقص 5 في 2 هي ناقص 10 على 5، ناقص 10 على 5 تساوي ناقص 2. إذا صورة هذا العدد إكس الذي صورته ناقص 5 بالدالة إف هو ناقص 2، هي هذا هو المطلوب منا. ثم السؤال جيم، أنشئ مستقيم تي. إذا باش نرسم مستقيم تي كنعرف بأن التمثيل البياني ديال الدالة خطية وهو يمر من أصل المعلم. لدينا مستقيم تي تمثيل بياني للدالة إف، بما أن إف دالة خطية فتمثيلها المبياني يمر من أصل المعلم، إذا كيمر من أصل المعلم. بقات نحدد نقطة أخرى، ثم لدينا مثلا صورة عدد 2 حسبناها كتساوي 5، إذا بما أن إف دالة خطية فتمثيلها المبياني يمر من أصل المعلم، ومن النقطة مثلا 2 5 هي صورة العدد، أو ناخد نقطة أخرى، أي نقطة أخرى، أي نقطة اللي بغيتي، لأن على أساس تعوض إكس بقيمة تلقى الصورة ديالها. إذا عندنا صورة العدد 2، إذا عندنا 2 ها هي، إذا كان النقطة اللي هي الأولى هي أصل المعلم، ثم عندنا 2، ثم عندنا 5، ثم نرسمو 2، نرسمو صورة العدد 2. نهايتنا في محور التفاصيل، إذا هنا عندنا النقطة طلبنا، ثم غادي نرسمو التمثيل البياني اللي كيمر من أصل المعلم، من هاد النقطة اللي رسمناها. إذا هذا هو التمثيل البياني ديال الدالة إف أو المستقيم دي. ثم عندنا الشق الثاني، ثانيا نعتبر الدالة تآلفية جي، بحيث جي إذا ثانيا جي دالة تآلفية، جي لصفر تساوي 1 وجي لناقص 1 تساوي 5. ألف حدد معامل دالة جي، معامل دالة جي لدينا جي دالة خطية تكتب على شكل
جي لإكس تساوي إكس زائد بي. غادي نحدد المعامل ديالها، أ تساوي جي ناقص واحد ناقص جي لصفر على ناقص واحد، الصورة ديال هذا ناقص صفر. ثم عندنا عندنا جي ناقص واحد هي خمسة، جي لصفر هي واحد ناقص واحد، ناقص واحد ناقص خمسة هي ناقص واحد، تساوي خمسة ناقص واحد هي أربعة على ناقص واحد، إذا تساوي أربعة على ناقص واحد هي ناقص أربعة، إذا المعامل ديالها هو ناقص أربعة. ثم السؤال الثاني بين أن جي إكس كتساوي ناقص أربعة إكس زائد واحد، إذا ب لدينا جي دالة تآلفية معاملها ناقص أربعة، إذا جي لإكس تساوي ناقص أربعة إكس زائد ب، إذا نوضعها هنا ناقص بحالة ب لنحدد ب. إذا لدينا غادي ناخدو واحد الصورة، إما جي لصفر كتساوي واحد أو لا جي ناقص واحد كتساوي بحال، لدينا جي لصفر كتساوي واحد، يعني أن نعود جي لصفر في المعادلة، جي لصفر كتساوي ناقص أربعة ضارب صفر زائد ب. صورة العدد صفر هي واحد، تساوي ناقص أربعة صفر هي صفر زائد ب، إذن واحد صفر زائد واحد هي صفر زائد ب هي ب، ومنه الدالة التآلفية جي هي جي لإكس تساوي ناقص أربعة إكس زائد واحد. ثم بقى عندنا السؤال جي، حدد العدد إم علما أن النقطة بي كتساوي إم، إم ناقص أربعة الوحدات ديالها إم، والأفصول ديالها الأفصول ديالها إم، والأفصول ديالها إم ناقص أربعة، تنتمي التمثيل البياني ديال جي. إذا هنا جيم لدينا بي الوحدات ديالها إم، إم ناقص أربعة تنتمي إلى تمثيل المبياني للدالة جي. هنا لنحدد إم، شحال هي القيمة ديال إم؟ إذا شنو كتعني بي تنتمي إلى الدالة جي؟ يعني إذا لدينا بي إم، إم ناقص أربعة، بي إم ناقص أربعة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي، يعني أن صورة العدد إم بالدالة جي، صورة العدد إم بالدالة جي كتساوي إم ناقص أربعة. وإم شنو هي جي؟ جي هي هذه، إذا غادي نعوضو إم بالقيمة ديالها، إذا كتساوي ناقص أربعة ضارب إم زائد واحد كتساوي إم ناقص أربعة، وناقص أربعة إم زائد واحد تساوي إم ناقص أربعة، تساوي إم ناقص أربعة. إذا إم غادي نحولو للطرف الآخر، وهذا نحولو للطرف الآخر، إذا غادي ناقص أربعة ناقص إم تساوي ناقص أربعة، واحد نحولو هنا غنغيرو للإشارة ديال ناقص واحد، إذا نحلو المعادلة، ناقص أربعة إم زائد نحولو الفرق إلى مجموع تساوي ناقص أربعة زائد ناقص واحد، ناقص أربعة زائد ناقص واحد إم، إذا ناقص أربعة إم زائد إم هي خمسة إم تساوي ناقص أربعة زائد واحد هي أربعة، مجموع الأدلة هما نفس الإشارة، إذا إم أنا عفوا خمسة، أربعة زائد واحد هي خمسة، إذا إم تساوي ناقص خمسة على ناقص خمسة، إذا إم تساوي واحد ناقص خمسة على ناقص خمسة هي واحد، وبالتالي إم فهي كتساوي واحد، وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال التمرين الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.